الكب كيك بزينه لشم النسيم، بس هنقدمه بشكل برضو مختلف شويه او جديد شويه. احنا معانا الكب كيك اهو، والكب كيك جاهز خلاص. اي وصفه انتوا حابينها من الوصفات اللي انا بحبها جدا، كوبايه زبده طريه او كوبايه زيت، نضربها مع كوبايتين سكر، نضربها مع كوبايه لبن، عليهم 4 بيضات، عليهم 3 كوبايات دقيق، باكو بيكنج باودر، رشه ملح وفانيليا. بنحط بقى زي ما قلت في كل واحده بالشكل ده. ونحط الكب كيك على الوش. معايا للزينه هيبقى كريمه، بس هنديها لون اخضر. معايا 2 كوبايتين كريمه لباني، 4 اظرف من الويبنج كريم البودره، شويه فانيليا ولون اخضر. كل اللي انا هعمله ان انا هضربهم مع بعض. نحط بقى الكريمة، البودرة، الفانيليا، وعلى طول من دلوقتي هحط اللون الأخضر. ونبتدي ان احنا نضغط. شايفين عاملة ازاي؟ بتطلع معانا الشكل اللي هو بيبقى عامل زي الخضرة شوية.